السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم اخواني اشرح لكم خاصية جميلة جدا في الواتساب. هذه الخاصية تساعدك في البحث عن الدردشات في الواتساب. طبعا الكثير يعرف ان الواتساب فيه جروبات وفيه يعني اشخاص معينين يرسلون لك عشرات الرسائل او مئات الرسائل، وفي الجروبات يعني الاف الرسائل بشكل يومي، وشخص معين ارسل لك كلام معين وانت نسيت هذا الكلام او تبي تشوف هذه الرسالة. فصعب جدا يعني اذا شخص ارسل لك قبل شهر وفي جروب، والجروب هذا يعني يوميا الى مئات او الاف الرسائل، فصعب جدا انك تحصل هذه الرسالة، او شبه مستحيل يعني ترجع للخلف الى 30,000 رسالة، يعني صعب جدا. ولكن هذه الخاصية تساعدك ب 99.9 تقريبا تحصل هذه الرسالة وتشوف هذه الرسالة. طبعا خاصية البحث يكون على الدردشة أرقام أو حروف، لكن الصورة فيديوهات ما يبحث عنها. قبل أبدأ بالشرح أتمنى منكم الضغط على الاشتراك ودعمي بالقناة. ندخل على الواتساب، وبعد كذا تطلع لك الأسماء اللي عندك. طبعا إذا تدخل على الاسم اللي أرسل لك، سواء في كان في جروب أو كان شخص يعني بروحه. أنا كمثال بدخل على جروب. لما ادخل على الجروب من هنا تطلع لك ايقونة الجروب وصورة العرض، تضغط على اسم الجروب من الاعلى، وبعد كذا تطلع لك مجموعة خيارات من ضمنها البحث في الدردشة. لما تضغط على البحث في الدردشة تلقائيا راح يطلع لك الكيبورد، وراح يطلع لك من الاعلى البحث، تكتب الكلام اللي تبيه. طبعا حرف واحد ما راح يبحث لك، لازم على الاقل حرفين. كمثال انا بكتب كلمة الله واضغط من بدون لا تضغط طبعا بحث، راح يطلع لك اي الكلام كلمة الله باللون الاصفر هنا وهنا، ويقولك نتائج البحث 433 كلمة. لما تروح للاعلى او تنزل للاسفل راح تشوف كلمة الله باللون الاصفر. كمثال ابي اكتب كلمة ثانية، مثلا يعني زي ما انتم شايفين ضحكة من هنا، يقول لك خاص نتائج البحث 1512 كلمة. طبعا ما شاء الله الشعب يضحك كثير زي ما انتم شايفين، يعني لما تروح زي ما انتم شايفين هذا كله باللون الاصفر، الكلام هذا كله باللون الاصفر. ونفس الطريقة الارقام، لما تضغط لك يعني واحد شخص معين ارسل لك رقم وانت نسيت هذا الرقم، يعني حافظ منه رقمين او كذا، تضغط الرقمين وتضغط على بحث، او بدون لا تضغط على بحث راح يطلع لك الرقم وموجود عليه باللون الاصفر. اتمنى الشرح كان واضح وسهل. اي سؤال او استفسار انا بخدمتكم. اشكركم على المتابعة وفي امان الله.